طيب خلونا نشوف دلوقتي مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هيشهد فعاليات اليوم السادس للأيام الموضوعية والمخصص لمناقشة موضوعات الطاقة. النهاردة كمان هيتم البدء في صرف المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر نوفمبر، وكمان أخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيشهد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ فعاليات اليوم السادس للأيام الموضوعية والمخصص لمناقشة موضوعات الطاقة، وده بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي ومفوضة الطاقة للاتحاد الأوروبي، والعديد من الوزراء المعنيين بالطاقة من مختلف دول العالم، وأيضاً رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية وجهات التمويل. النهاردة هيتم البدء في صرف المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر نوفمبر الجاري، وهي الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة برضه هتنطلق منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة للسكواش، والمقرر إقامتها في الفترة من 15 ل 20 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل ل 110,000 دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية، وبيخوض منافسات البطولة 6 لاعبين و6 لاعبات مصريين. النهاردة الساعة 10 الصبح تنطلق أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لسياسة حماية لاعبي الأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللي بتقام لأول مرة بمشاركة مصر و7 دول عربية.